كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل أكلة سهلة جدا وبسيطة وموفرة خالص. هنعمل النهاردة الرز المعمر بالفراخ. تعالوا يلا نشوف وصفتنا مقاديرها ايه. أنا معايا هنا كوبايتين من الرز المصري، معايا كوبايتين من اللبن الدافي، كوباية شوربة، بصلة مفرومة، دي اللي هتدي طعم حلو قوي وتركية بسيطة، وكمان بودرة بصل، ملح وفلفل، زبدة، كريمة لباني، ووراك مسلوقة. يلا نشوف وصفتنا حلوة ازاي.